السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيدة بلقياكم مجددا من مجموعة مدارس كيزن سكول. نواصل تقديم دروسنا عن طريق التطبيق الإلكتروني. إذا أبنائي بناتي، انتبهوا معي لدرس اليوم مع مادة اللغة العربية مكون القراءة. إذا انتبهوا معي، درس اليوم هو في غاية الأهمية. لماذا؟ لأن له علاقة بالواقع الذي نعيشه. كيف ذلك؟ انتبهوا معي وسوف نتعرف معا. إذا لاحظوا معي أهداف الدرس. توقع مضمون النص، دائما كما اعتدنا ينبغي أن نتوقع مضمون النص، ثم بعد ذلك ينبغي أن نتمكن من قراءة النص قراءة جيدة. لاحظوا معي، عيد أمي، لنلاحظ الصورة معا وجيدا. عفوا، لاحظوا معي الصورة، هناك طفلة تقدم هدية للأم وتقول عيدك سعيد يا أمي، عيدك سعيد يا جدتي. وكما تلاحظون الطفل يقدم هدية للجدة ويقول عيدك سعيد يا جدتي، عيدك سعيد يا أمي. كما تلاحظون هذا شعور رائع خاصة بالنسبة للجدة، فقد كانت فيما قبل الأم والآن قد صارت جدة. لاحظوا معي، الأب يبدو مسرورا بالعمل الذي قام به الطفل والطفلة. هناك مائدة كما تلاحظون عليها حلويات، كؤوس، إذا صينية، براد وإلى آخر. لاحظوا معي، العنوان يقول عيد أمي، وهنا كما نلاحظ في العبارات التي تبادلها، إذا أو التي قالها الطفل أو الطفلة، هناك تكرار لكلمة العيد. إذا في نظركم النص عن ماذا سيتحدث؟ عن ماذا سيتحدث النص؟ إذا لاحظوا معي أيضا، لاحظوا معي هذه العبارة، أمي ليس في الدنيا مكان أكثر دفئا من صدرك، ولا أجمل من ابتسامة ثغرك، ولا أطيب من حنان قلبك. ثغرك عفوا هو الفم. إذا كما تلاحظون هنا أيضا تهنئة للأم. لاحظوا معي أيضا، لاحظوا معي هذه الهدايا. إذا كما تعلمون أننا في الأعياد نتبادل الهدايا. إذا حول في نظركم حول ماذا سيتحدث النص؟ لاحظوا معي أيضا هذه البطاقة، كل عام وأنت بخير يا أمي الحبيبة. إذا عن ماذا سيتحدث النص؟ وهل لما تقدم علاقة بمضمون النص؟ نعم جيد، إذا فله علاقة بمضمون النص، خاصة وأن عنوان النص هو عيد أمي. عيد أمي، إذا سوف نرى إن كان ذلك له علاقة بمضمون النص أو لا. نعم قلتم نعم، وسوف نتأكد من خلال قراءتنا للنص. ولكن قبل ذلك، لتكن لدينا قراءة في العنوان وتتميم شبكة المفردات، لدي عيد أمي، أي لنبحث عن كل ما له علاقة بعيد الأم. إذا هناك هدايا، جيد، حلويات، نعم أيضا قلنا هدايا، حلويات، مشروبات، رائع. وماذا بعد ذلك؟ بطاقة تهنئة، نعم بطاقة تهنئة يمكن أن نكتب عليها عيد سعيد يا أمي، أحبك أمي، أمي الحبيبة. إذا ممكن أن نكتب عليها شتى عبارات، واضح؟ إذا انتبهوا معي، لاحظوا معي الشريط التالي. هذه الصورة هي مقتطفة لشريط سوف نتعرف عليه بعد لحظات. إذا كما تلاحظون هنا الأم تبدو سعيدة، نعم وبيدها مزهرية بها أزهار. إذا في نظركم كيف حصلت الأم على هذه الأزهار؟ ها؟ كيف حصلت الأم على هذه الأزهار؟ هيا انتبهوا معي حتى نتعرف على ذلك أكثر. هيا ركزوا معي، من خلال هذا النص سوف نتعرف على عيد الأم وماذا ينبغي أن نقدم للأم من جراء ما تقدمه لنا. وتعرف أن الله أمر بطاعة الأم، ولذا فكرت في إدخال السعادة على أمها، فماذا فعلت؟ هيا لنعرف. ما رأيكما لو أحضرنا مفاجأة سارة لأمي؟ فكرة جيدة، أنا موافق. علينا أن نفكر ماذا ستكون المفاجأة. إذا لنفكر. وجدتها،
تخبرينا؟ نحضر لها باقة من الأزهار الجميلة. رائع، هيا بنا. رائحتها عطرة وفواحة وشكلها جميل. لا شك ستسعد بها أمي. سأحضر لكم مزهرية. ها هي. ما رأيكم لو قمنا بتزيين المزهرية؟ عندي أشرطة لاصقة، وأنا عندي أقلام وألوان، وأنا عندي خرزات لامعة. لنبدأ على الفور. وأخيراً انتهينا. صارت أجمل. ستكون أجمل بالأزهار. أحبابي شكراً لكم، أحبكم جميعاً. أمي الحبيبة. للأم مكانة عظيمة في الإسلام، فالله سبحانه يأمرنا بطاعتها والإحسان إليها. إذن كما تلاحظون أبنائي بناتي، هؤلاء الأطفال قاموا بتقديم هدية للأم تعبيراً عن حبهم لها كما تلاحظون. إذن تعبيراً عن حبهم لها، لذلك قامت الأم بشكرهم وبشكرهم كثيراً. وكما تعلمون أن للأم مكانة عظيمة في ديننا الإسلامي، لذلك ينبغي علينا أن نحترمها كثيراً. وواضح، فلا ينبغي أن نحتفل بها مرة في السنة، فكما تعلمون أننا في الثامن من شهر مارس من كل سنة نحتفل بعيد الأم، بل ينبغي أن نحتفل بها في كل لحظة، في كل ساعة، في كل يوم، وذلك تعبيراً لمعنى مجهودها الذي تقوم به. لذلك ينبغي علينا دائماً، أعيد وأكرر، أن نحترم الأم ونقدم لها الهدايا متى أتاحت لنا الفرصة لذلك. إذا انتبهوا معي للنص. اقترب يوم عيد الأم، فاتفقت مع أختي كوثرة على الاحتفال بأمنا وجدتنا، وجعل ذلك مفاجأة سارة لهما. أخبرنا أبي فرحب بالفكرة، ثم توجهنا إلى السوق اشترينا 4 هدايا. اختارت أختي وشاحا لأمي وآخر لجدتي، واخترت حقيبة يد لأمي وبلغة لجدتي. وفي المنزل قدمنا الهدايا لأمي وجدتي. عيدك سعيد يا أمي، عيدك سعيد يا جدتي. كما تلاحظون أن هنا نقطة الحذف، فبقية النص تجدونها بالكتاب المدرسي. أعيد، اقترب يوم عيد الأم، فاتفقت مع أختي كوثرة على الاحتفال بأمنا وجدتنا، وجعل ذلك مفاجأة سارة لهما. أخبرنا أبي فرحب بالفكرة، ثم توجهنا إلى السوق اشترينا 4 هدايا. اختارت أختي وشاحا لأمي وآخر لجدتي، واخترت حقيبة يد لأمي وبلغة لجدتي. وفي المنزل قدمنا الهدايا لأمي وجدتي. عيدك سعيد يا أمي، عيدك سعيد يا جدتي. كما قلت، بقية النص تجدونها في الكتاب المدرسي. حتى نتمكن من فهم مضامين النص، ينبغي أن نجيب عن الأسئلة التالية. إذا معا نجيب عن أسئلة النص. ما عنوان النص؟ نعم، عنوان النص هو عيد أمي. جيد. لمن سيشتري الأطفال الهدايا؟ سيشتري الأطفال الهدايا للأم والجدة. جيد. ماذا اشترت الأخت؟ نعم، اشترت الأخت وشاحا للأم وآخر للجدة. كيف ينبغي أن نتعامل مع أمهاتنا؟ ينبغي أن نتعامل مع أمهاتنا بكل احترام وتقدير وحب. نعم، ماذا استفدت من الشريط؟
ماذا استفدت من الشريط؟ نعم، أن للمرأة أن للأم مكانة عظيمة في الدين الإسلامي، لذلك حث الله على أن نقوم برضاها ولا نعصى لها أمرا بطبيعة الحال فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، كما ينبغي أن لا نقوم مثلا بالتكلم معها بعنف أو رفع أصواتنا على عليهم. واضح؟ إذا لذلك ينبغي أن نتعامل مع الأم بكل احترام وحب وتقدير. إذا لاحظوا معي، في النص تم الاحتفال بعيد الأم، ما الشخص الذي تم تهنئته بهذه المناسبة؟ إذا في النص لاحظنا أنه عيد أمي، عيد أمي، إذا الاحتفال بعيد الأم، لكن بالإضافة إلى الأم هناك شخص آخر تم تهنئته بهذه المناسبة، ترى من يكون هذا الشخص؟ هيا. نعم إنها الجدة، أحسنتم. إذا الجدة كما أشرت قبل قليل أنها أيضا كانت أم قبل أن تصبح جدة عندما صار لها أحفاد. لاحظوا معي، يقول تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. إذا ينبغي أن نحترم أمهاتنا وأن لا نعصى لهما أمرا وأن نطيعهما، وكذلك بطبيعة الحال إلى جانب الأم يجب كذلك أن نحترم الأب وأن نطيعه أيضا. إلى هنا أبنائي بناتي انتهت حصة اليوم، وإلى أن ألقاكم في حصة مقبلة دمتم في رعاية الله وحفظه، وشكرا لكم.